هنا بقى عروض المجمدات، ميت لاند ده هوت دوج 25 قطعة، عامل كام؟ حوالي كيلو، من 950 كيلو عامل 122 بدلا من 138. وفي ميت لاند بيف برجر 25 قطعة، كيلو برضو عامل 115 بدلا من 131. يبقى الهوت دوج عامل 122 كيلو 25 قطعة، والبيف برجر 25 قطعة كيلو حوالي كيلو عامل 115 بدل من 131. ده كده عروض ميت لاند. في شيكاتيتا، شيكاتيتا بس مش عارفة فين شيكاتيتا. هو في برجر بقري عائلي كيس كيلو عامل 115 75 بدل من 135. في اطياب بقى، نشوف اطياب. اطياب بيف برجر كيلو عامل 135 بدلا من 145. كده في 10 جنيه توفير بيف برجر. طيب اطياب كفته، الكفته مش عليها عرض، هقول لكم سعرها. الكفته بقري من اطياب 350 جرام عامله 75 جنيه، والصدوق الشرقي من اطياب 350 عامل 88 جنيه، و 900 جرام عامل صدوق 900 جرام عامل 189، مش عليهم عرض الكفته والصدوق. البيف برجر من اطياب اللي عليه عرض الكيلو عامل 135 بدل من 145. وفي برضو من اطياب هوت دوج 12 قطعه حوالي كيلو عامل 157 بدل من 173. وفي اطياب هوت دوج 25 قطعه، لا ده اللي قلنا عليه، العرض اللي قلنا عليه. طيب في هنا بقى اطياب في برجر جامبو، ده اللي انا اقصده بقى، ده الجامبو، الحجم الجامبو ده، ده كيلو ونص عامل 280 بدلا من 309، 280 بدلا من 309، ده الحجم الجامبو حوالي كيلو ونص. شوف باقي العروض. في هنا بقى من حلواني، في عرض على المفروم بقري، ده 900 جرام عامل 263 بدلا من 289. مفروم بقري اهو ده كده. وفي حلواني ده 900 جرام قلنا عامل 263 بدلا من 269. وفي حلواني مفروم 350 جرام عامل 104 بدلا من 116. وفي حلواني هوت دوج عائلي ده 900 جرام عامل 125 بدلا من 135. طيب في ايه تاني؟ في حلواني كفته بقري ده 350 جرام عامل 73 بدلا من 80. وفي حلواني بيف برجر 16 قطعه حوالي كده 800 جرام عامل 162 بدلا من 185. وفي بيف برجر حجم جامبو من حلواني ده كده، ده 2 كيلو عاملين 20 قطعة، 2 كيلو عامل 368 بدلا من 472، وال 16 قطعة حوالي 800 جرام عامل 162 بدلا من 185. الصدوق الشرقي ده 350 من حلواني عامل كام؟ عامل 89 بدلا من 99. والبيف برجر كيلو عامل 100 من حلواني برضو عامل 145 بدلا من 210، ده بيف برجر كيلو. في حلواني تشيكن برجر ده 400 جرام عامل 116 بس ده مش عليه عرض. في حلواني كبيبة بقري ده 10 قطع عامل 94 مش عليه عرض، اللي هقوله دلوقتي ده مش عليه عرض. السوسيس ده 350 جرام عامل 77 ده كده. في تشيكن برجر ده 8 قطع عامل 116. في حلواني ستيك برجر ده 600 جرام عامل 4 قطع، القطعة 150 جرام عامل 177. في
في كبة بقري بس مش عارفة فين. لا اهي ده عاملة كام؟ العشر قطع عاملة 94 جنيه. كده عروض حلواني، عروض بقى اللحمي. اللحمي دجاج بانيه كيلو عامل 125 بدلا من 148، وفي نكتف برضو كيلو من اللحمي عامل 125 بدلا من 148. يبقى سواء الدجاج البانيه او النكتف الدجاج عامل 105 كيلو عامل 125 بدل من 148. في اللحم برجر بقري ال 50 جرام القطع عامل كيلو عامل كام؟ 113 بدل من 130. القطعة 50 جرام. اللحيمي ده جبناه قبل كده، جبته قبل كده. طيب حلو يعني؟ اه طعمه جميل. طيب في 50 قطعة لا 20 قطعة عامل كام؟ عامل 155. بس ده الحجم القطعة 50 جرام برضه، بس 20 قطعة عامل 155. في هنا كوكي، عروض كوكي، كوكي بيف برجر كيلو عامل 172 بدل من 195. طيب في كمان توابل شرقية، توابل شرقية ده كفتة 900 جرام عاملة 60 جنيه بدل من 69. كفتة فين؟ مش شايفاها. بقول لكم العروض الأول. وفي أمريكانا برجر بالبهارات العربية 25 قطعة عامل 98 بدل من 105. في حكاية ده بيف برجر حكاية عامل 25 قطعة كيلو تقريبا عامل 75.5 بدل من 85. في المراعي سمبوس لحمة قطع عامل 52 بدل من 61. والمراعي كوكتيل بقري 400 جرام عامل 59.5 بدل من 119. نقرا الاول العروض فوق. وفي المراعي سمبوس جبنة 8 قطع عامل 48 بدل من 56. وفي المراعي كفتة بقري 25 قطعة، الكفتة البقري 25 قطعة عامل كام؟ عامل 123 بدلا من 165. وفي المراعي كفتة بقري 8 قطع حوالي 260 جرام عاملة 39 بدلا من 58. وفي المراعي بيف برجر 20 قطعة، القطعة 50 جرام حوالي كيلو عاملة 168 بدلا من 205. وفي المراعي بيف برجر كيس في 8 قطع عاملة 35 بدلا من 52. الكيس حوالي 200 و... لا حوالي 320 جرام 8 قطع. في المراعي برجر 25 قطع 40 جرام القطعة حوالي كيلو عامل 99 بدلا من 135. كده قلت لكم الاسعار اللي عليها العروض فوق. في عروض برضو على 100 بوكس، 100 بوكس ده لحم مفروم بقري 350 جرام عامل 85 بدلا من 110. وفي 100 بوكس ده برجر بقري كيلو عامل 120 بدلا من 180. وفي من 100 بوكس برضو برجر جامبو جبنه، برجر جامبو جبنه 400 جرام عامل 90 بدل من 105. وفي 100 بوكس صدق، صدق شرقي 350 عامل 85 بدل من 95. والكفته، كفته تركي جبنه 400 جرام عامله كام؟ 88. ماشي اتفضل. ماشي قرروا عايزين ايه الاول. 100 بوكس ده صدق حار 350 جرام عامل 85 بدل من 95. 100 بوكس كفته تركي اللي هي كباب قضنا ده 320 جرام عامله 69 بدل من 77. البرجر الصدق
ده البيف برجر الكيلو. طيب في ايه تاني اللي عليه عرض كده؟ قلنا عروض الميت بوكس. تمري مفيش عليه عروض. تمري الاستريبس الدجاج 400 جرام عامل 109، وتمري برجر دجاج 450 جرام عامل 99، وفي تمر ستريبس دجاج حار 400 جرام عامل 109 برضه. في منه العادي وفي منه الحار. في تمر بانيه دجاج حار 400 جرام عامل 99 برضه. ورق عنب جاهز. طيب عصبان جاهز برضه. في الاستاذة ده سمبوس لحمة 400 جرام عامل 59، وفي طب سمبوس باللحمة 350 جرام عامل 47. طب اللي هو ده كده. طب أشهى عامل كام؟ أشهى سمبوس لحمة أو جبنة 400 جرام عامل 66، وفي أشهى كفتة رز أو جمبري 400 جرام عاملة 60، وفي اشهى كبيبه شامي 12 قطع عامل 90. الحاجات اللي بقول عليها المحاشي مش ما فيش عليها عروض النهارده. وفي اللؤلؤه محشي ده هناك كده، اللؤلؤه محشي ورق عنب باللحمه عامل 75، وورق عنب ساده عامل 65. طب ده كده في ورق عنب، وفي محشي من غير، في ورق عنب ساده وفي ورق عنب لحمه. معلش اعذروني في الكلام عشان بركز في الاسعار عشان ما اغلطش فيها. طب المحشي العادي مش عامل كام؟ مش مكتوب. لا هو محشي كرنب 800 جرام عامل 60 جنيه. طب في السعي ممبار ده كده، السعي ممبار ده 800 جرام عامل 77، واشهى محشي كرنب 800 جرام عامل 60. بصوا السعي اهو اللي هو الممبار ده، الاستاذه قلنا عليه ورق العنب، واشهى محشي الكرنب اهو كده 800 جرام عامل 60، وورق العنب من اشهى الساده عامل 800 جرام عامل 78، وباللحمه 800 جرام عامل 90. وقلنا برضو على المنبار من اشهى ده منبار شمبري 800 جرام عامل 84، وفي اشهى بيتزا ايطالي بس مش عارفه فين، تقريبا خلصوا، كانت قطعه عامله 25.